كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تجاه بيت المقدس بعد مرور 16 شهرا من استقبال المسجد الأقصى. تحولت القبلة تجاه بيت الله الحرام. إنها ليلة النصف من شعبان، تلك الليلة العظيمة التي نزل فيها جبريل ليزف البشرى للحبيب صلى الله عليه وسلم، فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا كذا. فيغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. اللهم